عندما يعرض الإنسان مشكلة على العالم هذا من أبواب التوفيق، وهذا أمر يا أخوان ينبغي أن ننتبه له. عندما يعرض المسلم أو من وقع في مشكلة أو خطأ عندما يعرضها على عالم هذا من أبواب التوفيق. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء، يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن العلماء وعن سؤال العلماء وعن ارتباط العلماء من خلال ألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء فينفر أتباعهم من أهل العلم. ومن ذلكم لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج، ذهب إليهم في مكانهم لمناظرتهم، يقول: فلما قدمت عليهم قلت لهم: جئتكم من أصحاب محمد، جئتكم من الذين نزل عليهم القرآن ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم ليس فيكم واحد من هؤلاء، يعني من الصحابة. هذا كله ترغيب منه لسماع ما عنده. يقول: فقال بعضهم، لاحظ التنفير، قال بعضهم: دعوكم منه، هذا من قريش، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عنهم، قال: بل هم قوم خصيمون، بل هم قوم خصيمون، فلا تجادلوا، اتركوه. قال بعضهم: نسمع ما عنده، ما يضرنا. وكان أن بين لهم وناظرهم فرجع منهم 2000 أو 3. فشاهد الرجوع إلى العالم والاستفادة من العالم وسؤال العالم وعرض المشكلة على العالم هذا من أسباب التوفيق. وهنا أنبه الإخوان إلى أن من الأشياء التي تقيد نجمعها من كتاب الأدب المفرد، هذا عنوان الآن عندنا، فائدة أو ثمرة عرض المشكلة أو الخطأ على العالم. فعندنا هذا الشاهد، وعندنا الشاهد الذي مر علينا قريبا، وسيأتي شواهد كثيرة جداً.